السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. إن شاء الله النهارده معادنا حلقة جديدة وهنتعلم فيها زراعة اللوف. طبعا نبات اللوف من نباتات المتسلق، ممكن زراعتها ناخد منها اللي هو اللوف اللي بيستخدم في الاستحمام، ممكن نستثمره إن احنا ممكن نبيعه طبعا، وممكن يستخدم كعمل أسوار للحدائق يتم التسلق عليه، أو يستخدم إذا كان عندنا في الحديقة مثلا نخيل متقطع، أشجار ممكن يتسلق عليها، أعمدة من الخشب وسط حديقة مثلا، ممكن يستخدم اللوف ده بحيث يوجد كمتسلق، أو ممكن يوجد عازل بين مثلا الجيران أو بين حديقة وحديقة تانية. طبعا اللوف بيتم زراعته زي ما حضرتكم شايفين، دي بذور اللوف. البذور اللوف دي بيتم اخذ بعد ما اللوف يتم اللي هو الكوز يتم جفافه، يعني ما ينفعش يتاخد اخضر، لو اخضر هيكون نسبة الانبات ضعيفة لان البذور هتكون لسه ما نضجش. فبيستخرج اهم حاجة لما اللوف يكون نضب، يعني ما يكون نشف مش يكون اخضر، دي المعلومة اللي لازم نعرفها. اللوف بيزرع يعني ايه، هو ممكن ياخد سنة بالضبط عشان يبدأ يثمر اللوف، او على حسب النوع، يعني في انواع ممكن تاخد سنة عشان يبدأ يزهر يثمر، في السنة دي هيبدأ تسلقه على الحوائط، والسنة بعد ما يكتمل السنة يبدأ يزهر ويثمر اللوف. وفي انواع بيتم اثمارها قبل السنة. موضوع الزراعة، الزراعة او ميعاد الزراعة، الزراعة بتبتدي في بداية شهر مارس لغاية شهر 5، وكمان بتبدأ في منتصف شهر 7، يعني لما تكون بدأت درجة الحرارة تنخفض في بعض الأحيان، لكن في شهر 7 في بعض الدول العربية لسه الحرارة بتكون 50، تكون 49، فده نسبة نجاح زراعته بتكون ضعيفة، يعني لما عند حضرتك الحرارة تبدأ تنخفض هتكون ناجحة معاك. لقيت الحرارة 51 وأزيد، أو من 49 و47 وأزيد، وفي أمواج حارة في المنطقة اللي أنت فيها، فما هينفعش تزرع فيه اللوف. التربة المكونة أو التربة اللي هنزرع فيها لازم التربة تكون تحتوي على إيه؟ تكون 2 تربة طينية، 1 رمل، 1 يعني كد، يعني كد كمية الرمل بتكون لكمبوست، أو بيكون سماد بلدي متحلل. طب احنا ما معناش مثلا تربة طينية، ممكن نعمل ايه؟ ممكن يا سيدي تستخدم 1 بوتموس ونصف بالضبط رمل، وكمان نص سماد بلدي او كومبوست، ويتم الزراعة فيه. طبعا حجم القصيص اللي هنزرع فيه لازم يكون حجمه كبير عشان يقدر ينمو فيه ويكبر اللوف. ازاي بيكون الحجم؟ زي ما حضرتكم شايفين القطر بيكون مثلا من 30 لأزيد، ده أقل حاجة. العمق طبعا عمق القصيص 40، أقل من 40 هتكون ضعيفة الزراعة فيها أو تكون نبتة ضعيفة. ده الحاجات اللي احنا لازم نعرفها. الحاجة التانية برضه إن الجردل أو القصيص يكون مسقوب من الأسفل ويكون موضوع فيه زي ما تكلمنا في دورة تعلم الزراعة في الفيديوهات السابقة، أتمنى تشاهدوها، بيكون فيه موضوع من الأسفل حجارة عشان التصريف، وتكلمنا عن الموضوع ده، مش عايز أشرحه تاني، أتمنى تشاهد الفيديوهات اللي حابب يعرف الكلام ده. طبعا هتقول هنزرع ازاي بالبذور دي؟ البذور دي هيتم مثلا زي ما حضرتكم شايفين، يعني عمق عقلتين، وتغرز البذرة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما حضرتكم شايفين. وضعنا واحدة هنا وواحدة هنا، واحدة في المنتصف وواحدة هنا. تزرع 4 5، بعد كده بعد ما ينبتوا، احنا زرعنا 5 و4 بحيث لو في واحدة ما انبتتش، في واحدة تغيبت، في واحدة اكلتها الطيور، بعد الانبات هيتم تخفيفهم وتترك واحدة او 2 عشان يتسلقوا. فاحنا عملنا الموضوع ده عشان نضمن ان مفيش مثلا طيور ممكن تاكلها، او واحدة مثلا عفن في البادرات، او واحدة تصاب مثلا باي مرض اثناء فترة نموها.
دلوقتي هيتم الري بإذن الله، وهنتابع معاكم الإنبات وهنتكلم على موضوع التسميد، فتابعونا. طبعا وبعد 10 أيام زي ما حضراتكم شايفين بدأ الإنبات أمامكم، وبدأ ينبت الورقتين الحقيقيتين. الورقتين الحقيقيتين اللي هما زي ما حضراتكم شايفين دول اللي هما بنقول عليهم وبنوضحهم للأخوة المبتدئين اللي بيسألوا ايه الورقتين الحقيقيتين، اللي هما أول ورقتين حقيقيتين في عمر النبات، اللي هما دول اللي هما بيكون أثناء اللي هو التفلق أو فلقة الايه النبات اللي هما من البذرة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الناس هتسأل عن الري. الري خلال 10 أيام كنا بنروي كل يومين لغاية ما بدأ الإنبات، وتوقفنا ري لغاية ما بدأت تنمو الورقتين الحقيقيتين. لكن خلال توقف الري ده كنا أي تشققات، يعني التربة كانت تتشقق، نعمل عملية خربشة للتربة. عملية الخربشة للتربة دي بتتم سواء بآلة حادة زي السكين أو قطعة خشبة زي ما حضراتكم شايفين، بيتم عمل بحيث سد الشقوق عشان التربة ما تفقدش الرطوبة والنبات ممكن يعطش، فاحنا ايه هنحافظ على الرطوبة داخل التربة، وبحيث نبقى مخففين الري عشان برضه ما يحدثش حالة هيجان، ويبقى ايه في توازن بين النمو الجذري والنمو الخضري. دي حاجة. الحاجة التانية ان سواء التربة بتاعتك رملية مثلا لقيت ان النبات عطشان هذا ابدأ اروي، لكن الري هيكون خفيف. طبعا مرحلة التسميد، تسميد اللوف مش هيكون غير بعد شهر من الزراعة، يعني احنا 10 أيام زي ما حضراتكم شايفين، هننتظر 20 يوم وهنبدأ أول دفعة من السماد هنضيفها. السماد هيكون NPK متوازن زي ما اتكلمنا على المقدار، هتكون معلقة طعام ممسوحة على 5 لتر مياه. الكمية دي 5 لتر مياه نبدأ نروي منها النبات، ونضع الكمية ونروي كل ما نحتاج. لقيت النبات بدأ ينمو تمام استمر على دي التسميد، هيكون مرة واحدة كل شهر ده في عمر السنة الأولى. لقيت ان في نقص والكمية متأثراش بالسماد، بدل ما تخلي 5 لتر مياه خليها 4 لتر. لقيت برضو مش متأثر 3 لتر، لكن ما ينفعش تقلل الكمية على الآخر السماد يتركز فيحرق النبات. المعلومة دي لازم نبقى عارفينها. الحاجة التانية الخطوة دي احنا قلنا ان النبات متسلق. النبات متسلق طبعا بيحتاج زي خيط او داعمة عشان يتسلق عليه. اول ما نبدأ زي ما حضراتكم شايفين هنقرب الكاميرا، اول ما نبدأ نلاقي ان بدأت تخرج اللي هو ايه الزبان بتاعت التسلق زي ما حضراتكم شايفين كما تطلق، او الخيوط. نبدأ على طول نروح ايه وضعين عصا، هتكون مثلا بعيدة عن الجزء هنا مثلا، ويتم ربط خيط وتبدأ تلف عليها اللي هو النبتة لما توصل 30 سنتي. انت مش عايز تعمل كده، ممكن تلفها تجيب خيط من غير ما توضع هذا هنا خيط زي ما حضراتكم شايفين، ده خيط وضعينه أسفل الجلدة وربطينه في الحائط بحيث يتسلق عليه. بس في معلومة مهمة جدا حابب أوضحها، ما ينفعش تيجي وتروح رابط الخيط ما توضعهاش تحت الجدل او القصيص الكبير، تجيب الخيط وتروح ايه رابط مثلا، هوضح لكم دلوقتي، تروح رابط مثلا ايه تربط اللي هي مثلا اللي هي النبتة كده وتقولها نخليها تتسلق. لا، ده اكبر خطأ. ليه؟ لان في لحظة اي رياح زي الشغالة دي شديدة، في لحظة اي طير جه على الخيط ممكن من خلال الاهتزاز ده يهتز عليها، ممكن على طول نلاقي ان النبتة دي راح تتقلعت على طول، ممكن ربطة الخيط من تحت هنا تأثر على النمو، فلازم احنا ناخد بالنا من المعلومة اللي زي كده. عن زي ما اتكلمنا
انه هيفضل ينمو نمو خضري لمدة السنة، وبعد السنة هيبدأ في التزهير. لحظة التزهير هنضيف سماد NPK، لكن نسبة البي والكي هيكون اعلى من الان، وزي طبعا ما عرفنا ان الان نيتروجين، البي فوسفور، الكي بوتاسيوم. احنا هنزود نسبة اللي هو الفوسفور والبوتاسيوم عشان التزهير يبقى قوي، ثمر كبير، بحيث نحصل على لوف يكون مناسب وحجمه كبير. ده بخصوص زراعة اللوف في المنزل ومراحل التسميد ومراحل الري. طبعا الري احنا عرفنا من الحلقات السابقة، اتمنى تشاهدوها في القناة، ان الري لما تجف التربة، يعني زي ما حضرتكم شايفين، عشان نعرف ان محتاجة ري او لا، ناخد من التراب ونعمل كده. الجناها ايه مثلا، زي ما حضرتكم شايفين الجناها بتتفتفت، يبقى محتاجة ري، لكن احنا مخربشين التربة فمحتاجين نعطيها فترة من التعطيش الخفيف. الجنة ان التربة طالعة طينية مثلا في قبضة اليد كده، يبقى معناها ان التربة متشبعة مش محتاجة ري. ده طبعا حلقتنا كانت عن زراعة اللوف او لوف الاستخدام. الحلقة دي طلبها الكثير من الاخوة الاعضاء، اتمنى تعجبكم، وشكرا لحضراتكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.